إن شاء الله مع بعض يا شباب هنقول أهم الأسئلة اللي موجودة عندي في جنرال توكسيكولوجي الشيت بتاع الجنرال، علشان الناس اللي سألتني إيه أهم الأسئلة في الملزمة وكده، برضه عشان الناس اللي بتسأل ترتيب الدروس في الملزمة هي نفس الترتيب ديت، وبرضه هتلاقي المواضيع زادت ولا حاجة، فخلي الفهرس ده معاك هتمشي بيه في الملزمة وهينزل السنة الجاية إن شاء الله في الكتاب. ولو عايز ترتب دروس عندك في الملزمة هو نفس الترتيب بتاع الفهرس ده ونفس الموضوع بتاعه. أول حاجة عندي جينا في شوية تعريفات وتقسيمات في الأول هنقراها علشان لو في MCQ. أول سؤال وأهم سؤال عندي فاكتور أفكتنج التوكسيك ريسبونس، ده أول سؤال بينزل عندي في الريتن. جنرال مانجمنت أوف بويزنينج ده بتصير في الأورال كتير، إزاي هتعامل مع الحالة، وده الجنرال توكسيكولوجي كله تقريبا كل المواضيع بتاعت الجنرال سيكولوجي. أول حاجة عندي الاستيميليزيشن، دي هتتقري علشان بتيجي فيها MCQ كتير وخاصة الإير واي. البروتكتيف ريفلكسز اللي نزلت في الامتحان بتاع الميد يير، أنا كنت كاتب لوس أوف إير واي بروتكتيف ريفلكسز، أنتوا جالكوا السؤال إيه هي البروتكتيف ريفلكس، يعني السؤال جه معكوس، فبيجي فيها أسئلة كتير MCQ موضوع الاستيميليزيشن كله، سواء airway breathing circulation ودراجز. أهم حاجة في دراجز عندي كوما كوكتيل، ده بينزل كتير written. بعد كده ازاي هتعرف على البويزنج، الهيستوري هيتقري. الاكزامينيشن أهم حاجة في الاكزامينيشن، بعد كده عندي الجنرال فاوندنج. أهم حاجة في الاكزامينيشن البيوبل ساعات بينزل. أهم حاجة في الفيتال ساين عندي التمبريتشر، الهايبرثيرميا والهايبوثيرميا، الاتنين ممكن ينزل لي الكوزس اوف هايبرثيرميا أو الكوزس اوف هايبوثيرميا. الأسئلة المهمة دي يا شباب بعد كده إن شاء الله أنا هشرحها كل حاجة لوحدها، بس علشان الوقت في ناس طلبت الأسئلة المهمة بس، إنما بعد كده الأسئلة مش مهمة اللي عاوز يقراها علشان يقفل الامتحان، إنما الأسئلة المهمة هنشرحها علشان الناس اللي مذاكرتش حاجة تلحق تلم الدنيا. سكين اكزامينيشن أوقات بينزل ريتين وغالبا بينزل في MCQ، أهم حاجة فيه السكين بول، تمام؟ بينزل الديفرنشال دايجنوزيس أوف سكين بول، تمام؟ هنعرف التلاتة دول. بعد كده الانفستيجيشن، أهم حاجة في الانفستيجيشن عندي اللي هي التوكسيكولوجيكال ماركرز، تمام؟ الكوانتيتيف تيست هنكتبها بطريقة كويسة هتريحك بعد كده في الدروس، هي تجميعات لبعد كده، تمام؟ بس أهم حاجة الماركرز في الانفستيجيشن علشان لو التوكسيدرومز ده تقريبا أهم درس عندي في الجنرال توكسيكولوجي. التوكسيدرومز كل اللي مكتوب في الكتب غالبا بيكون 4 أو 5 توكسيدروم. كتاب جامعة البنات كان كاتب حوالي 12 واحدة، أنا جمعتهم في آخر الشابتر برضه في جدول. أهم سؤال عندي في الجنرال التوكسيدرومز، سواء بيجي بقى مقارنة بين الاتنين أو تتكلمنا عن واحدة، أو يجي لك السؤال ويقول لك الأنواع واتكلم عن واحدة منهم، تمام؟ كتبت كل حالتين متشابهين مع بعض بحيث يبقى في مقارنة. الكولينرجيك هتعمل لها مقارنة مع الأوبويد، أنتي كولينرجيك مع السنباس ومايوتكس. دي كونتمينيشن مهم جدا، مهم خالص. السيرفيس دي كونتمينيشن سواء للسكين والأغر والبلمونري، ده بينزل MCQ. أهم حاجة فيهم البلمونري دي كونتمينيشن، بينزل فيها سؤال MCQ مهم جدا اللي هو إيه الفيرست مانجمنت، هعمل ريموفال للفيكتيم أوف سايت أوف توكسين، المكان اللي هو فيه اشيل الشخص من المكان اللي هو الجاسترو انتستاينال دي كونتامينيشن، الامس الجاسترو باي اكتيفيتد شاركول، الثلاثه دول مهمين بينزلوا في الريتنج كتير، تمام؟ الهول باور اريجيشن ممكن او ممكن لا، الكاسايز ديت بتنزل MCQ. الانهانس اليمنيشن كلهم مهمين، سواء المالتيبل دوز اكتيفيتد شاركول والدايوريسيس والدياليسيس والهيموفيوجن، معظمهم بينزل في امتحانات ريتين، تمام؟ فدي كونتمينيشن كل مهم. السيرفيس دي كونتمينيشن ده بينزل كل MCQ. اهم حاجه في البلمونر اكسبوجر اللي هي ريموفال اوف الفيكتيمز بتنزل MCQ، انا معلم لك عليها. الجاسترو انتستاينال دي كونتمينيشن، الامسيز بينزل في الامتحان كله كريتين.
بينزل لك منه جزء بقى، سواء الفاكتورز، سواء ينزل لك الانديكيشن ادفانتجز الدوز مهمة بتتحفظ بتاعته. غالبا اي انتي دوت موجودة عندي في التوكس في التوكسيكولوجي بيتحفظ الانتي دوت بتاعه. الجاستريك لافاج مهمة، التكنيك مش عليا بس ممكن اقراها بس علشان اتعلمها، بس موجودة عندك. باكتيفيتد تشاركول مهم جدا، اهم واحد فيهم وهتحفظه. هنركز على الجرعة اللي هي بالجرام مش ملي جرام، تمام. الهول باور اريجيشن ممكن تنزل وممكن لأ، بس مش بنفس أهمية اللي فات. الكاثاريسيس ديت غالبا ام سي كيو مش عليها حاجة. الانهانس اليمنيشن كلهم مهمين، سواء المالتيبل دوز اكتيفيتد شاركول او الدايوريسيس. المالبيليشن اوف يورين ده او الفورس الدايوريسيس او الارن تراب فينومينا ايا كان الاسم بتاع الالكولنايزيشن اوف يورين مهم، علشان هحتاجه بعد كده كعلاج لبعض السموم. هحتاج الالكولنايزيشن خالص، الاسيديفيكيشن ما عادش بينزل اصلا، ما حدش بيعمله. الدياليسيس برضو بينزل لي، اللي هي الانديكيشن الدياليسيس او ايه هي الكونديشن، الشروط بتاعت الحاجة اللي هيحصل لها دياليسيس. وانا غالبا هتلاقي برضو كل الكتاب عندي مجمع لك الحاجات في ميموري عشان يسهل الحفظ علينا. الهيمو دياليسيس بينزل الكوميونيكيشن بتاعته. الهيمو برفيوجن برضو بينزل الانديكيشن، تمام. كده خلصنا الديكونتامينشن. هندخل بعد كده في حاجة في الدنيا اللي هي المانجمنت اوف التوكسيكولوجيكال ايمرجنسي، تمام. اهم حاجة فيهم الكوما، وبتنزل كتير في الامتحان، واتكررت عندنا سنتين ورا بعض، وبتنزل سؤال لوحده و10 مرات. اهم سؤال فيهم اللي هي التوكسيك كوزس اوف كوما، وركز على التوكسيك كوزس علشان في حاجة عندي نون توكسيك كوزس، تمام، اللي هي الديفرنشال كوز. لا، في عندي اسباب تانية اللي هي نون توكسيك كوزس. مش عارف انا كتبتها ولا مش كتبتها. ما هي الديفرنشال دايجنوز دي النون توكسيك كوزس، تمام. يبقى اللي فات عندي التوكسيك كوزس، ودي النون توكسيك كوزس اللي هي الديفرنشال دايجنوز. الجريدنج اوف كوما ده بيتحفظ علشان الشفوي. الريدز والجلاسكو كوما سكيل دول مطلوبين مني، الماسول ده مش مطلوب مني، تمام. انا اضيفه علشان موجود بس في بعض الكتب. هو بيطبق عليه نفس الريدز كوما سكيل، فمفيش فرق بينه وبين التاني، غالبا فيهم متشابه كتير. برضو عندي نقطة مهمة، الفلومازيمين ده الأنتيدوت بتاع البنزودايازيبين، تمام. ده مش علاج، أنتيدوت مش علاج، لأن هو مور دايجنوستيك زان تريتابول، لأن الحالة بس بيعمل لي ريكفر الحالة مدة ممكن 20 دقيقة، وبعد كده بترجع في ريلابس، فلازم تكون تحت المتابعة معايا، تمام. لما يتشرح الدرس بتاع الفلومازيمين والبنزودايازيبين الريسبيراتوري فيلر مش بنفس أهمية الكوما، ممكن تتقال علشان لو جه فيها أسئلة. وبرضه علشان عندي في عين شمس الطالب بتاعتي مش موجودة في الكتاب، بس موجودة في المحاضرات، فالدكاترة بتسأل فيها. طالب واحد وطالب اتنين بعد كده تاخدها في البطن بالتفصيل يعني. والبلمونري إديما برضه زيها زي الريسبيراتوري فيلر، هتتقري. الشوك بتنزل في الامتحان، بتنزل عندي، سواء بقى يقول لي التوكسيك كوزس بتاعتها او اعمل ازاي مانجمنت للشوك، تمام. الشوك بتنزل في الامتحان. الاسيد بيز ديستربنس ده مهم كده كده ليك علشان تقرا بعد كده ورقه الاي بي جي، تمام. وهو سهل مفهوش حاجه، فهيتري علشان العملي. ساعات الدكاتره في الاورال بيكون معاهم ورق اي بي جي ممكن يخليك تقراه، تمام. فهتتعود عليه وتشرح في العملي ورا الاي بي جي، فتعرف هو الدرس سهل. وانا كاتبه كلهم سيستماتيك واحده علشان الشرح بتاعه يكون تلم الدنيا او تقارن بين الاربعه ما تتلخبطش. السيجرز او الكونفانجن غالبا جت في عين شمس قبل كده، الدكتورة دي مش موجودة عندنا في الكتاب، فهتختص بطلب الاي سي يو بس، اللي هي ايه الدراجز اللي ممكن تعمل له كونفولجن. هتقولهم تحفظهم على المونيكس او تحفظ منهم 5، مش هتفرق عندنا احنا.
أهم حاجة في السيجارز العلاج بتاعها، تمام؟ العلاج بتاعها أنا أحفظه علشان برضه بيتسيب في الأورا، ده حالة إمرجنسي. الرابدوماليسيز برضه مش بنفس أهميتكم، بس برضه أوقات بينزل في الامتحان. الرابدوماليسيز غالبا الأسئلة اللي بتنزل فيه علشان بس العلاج بتاعه اللي هو الألكونيزيشن أوف يورين، تمام. أهم حاجة فيه اللي هو بعمل معاه الألكونيزيشن أوف يورين كالتريك بتاعه، تمام. فدي النقطة المهمة اللي فيه. الأنافلاكتيك والأنافلاكتويد رياكشن هتعرفهم تقريبا بنفس أهمية التوكسيدرومز والأنتيدوتس، تمام. الأنتيدوتس هتحفظهم علشان هتريحهم بعد كده بالتقسيمة بتاعتهم، وساعات بينزل فيهم سؤال مجمع، سواء بقى كان عندي اللي هي اللوكال أو السيستماتيك أنتيدوت والتقسيمة بتاعتهم هنشرحها بعد كده إن شاء الله في أهم الأسئلة. الهوسبيتال ديسبوزيشن أهم حاجة فيها بس الكرايتيريا أوف بيشنتس في هوم هوسبيتال، أوقات بينزل في الامتحان كده. الحمد لله الجنرال عندي خلص، حاجات دي جنرال سكيل ليها أفهمك لو عاوز بعد كده أي حاجة موجودة عندك كمانيفستيشن أو سيمتومز موجودة في الدروس بعد كده، ممكن تكتب الحاجات دي فهتمشي مع الدروس بعد كل الدروس اللي بعد كده. والفايتال ساين أنت عارفها والفاليوز بتاعتك، الحاجات دي موجودة في كتاب جامعة البيانات، وكنت شرحتها في الكورس قبل كده. التوكسيدرومز التانية هنعرفها للبنات، واللي عاوز يقرا يقراها. بس هي نفس الخمسة اللي قدام، بس فرضها مثلا السيمباسومايميتيك قال لك ألفا وبيتا وميكسد ألفا وبيتا، تمام. بعد كده مثلا الكولينيرجيك قال لك ماسكارينيك والكلينيك وميكسد، تمام. ففرض كل واحدة منهم فهتديني ثلاثة فهيوصل لاتناشر واحدة، تمام. نفس الفكرة. بعد كده بعد كل شابتر فيه أسئلة، أنا مجمع لكم الأسئلة ديت من امتحانات قبل كده، تمام. فنركز عليها عشان مش موجودة في المنظمة. وبرضه بعد كده جمعت كل الأنتيدوت اللي موجودة في المنهج كله، بحيث بعد ما تخلص المنهج، لأن تقريبا الأنتيدوت مهمة جدا جدا، بتنزل في الـ MCQ. أي درس فيه أنتيدوت بينزل MCQ، ولازم احفظ الجرعة بتاعته واذاكره كويس اللي اشتغل ازاي. بعد كده عندي الكوروسيف. الكوروسيف او الكلاسيفيكيشن اللي في الاول ده مش مهم. الباص والفسيولوجي برضه مش مهم، بس هنعرف الجدول ده مهم، تمام. الاسيد، الفرق بين الاسيد والالكلي، اهم حاجة ده بتعمل لي فوق الكلي، ده بيعمل لي ليكوفاكتيف والبروسيس، ده اهم حاجة في الجدول. الفاكتور دي ساعات بتنزل في الامتحان، تمام. الفيزيس فيجن برضو بتنزل في الامتحان، ده السؤال ده بينزل في الامتحان. الكروس بوز لوكال اكشن تقريبا كل جامعة كتبت في الكتاب الدرس ده بتقسيمه معانا في كتاب البنات، فردها كتب كل حاجة لوحدها. الاسيد بدل ما يجمع السيمتومز والساين كلهم انواعهم، لا خد كل واحد لوحده وكتب السمسم بتاع السلفور الاسيد والنيتريك اكسيد والحاجات دي كل واحد لوحده. وهي نفس الفكره، انا مش هحتاج غير احفظ سمسم ساينس لحاجه بتعمل لوكال اكشن وحاجه بتعمل لي ريموت اكشن، تمام. فمش هيفرق معايا انا احفظ عشان اريح نفسي والحق اجمع حاجه قبل الامتحان، هثبت الساينس ده الحاجه اللي بتعمل لوكال اكشن والساينس اللي بتعمل حاجه بتعمل سيستميك اند لوكال اكشن. الانجليش المهمة كلها بقى بتنزل في الامتحان، أهم حاجة فيها الكومبليكيشن. أنا برضو الحاجات المهمة بجمعها في نموني، تمام، سواء الأكيد كومبليكيشن أو الجريد كومبليكيشن، ده بتنزل في الامتحان. الانفستيجيشن مش مهمة خالص معايا ما عدا الجريدنج، بس هعرفها علشان الـ MCQ. التريتمنت بتاعه مهم برضو، بينزل في الامتحان بتاع اللوكال كوبوسيف، تمام. بعد كده الاكسبوجر كله بينزل MCQ، تمام. برضو الاي اكسبوجر ده اللي الانتيدوت ديت هتجيبها عندك من الرمد، هي كده كده مش مكتوبه عندي، بس ذاكرها يا ريت من الرمد كويس علشان هتنفعك بعد كده. ما ينفعش واحد يكون دخل في علم
كالسيوم كربونيت اللي هو الجير الحي، وبعد كده تيجي انت تقول له غسلها بميه وانت الدكتور ما ينفعش، فلازم تذاكر الحته دي كويس من الاول. يعني كده كده الكنز العام هيمسكه. والباتون هاكنز برضه عندي تنزل غالبا، ما تنزلش الاسم هي غالبا تنزل ام سي كيو برضه. عندي بقى الكروس لوكال اند سيستميك او روبوت اكشن الكربوليك اسيد اللي هو الفينول الفينيك والاكزاليك اسيد مهمين جدا جدا، وعملت مقارنه بين الاثنين لان اللي فيهم تشابه بين الاثنين. تمام، فاي حاجه عندي بيكون فيها تشابه بضطر احطها في جدول عشان تريحنا في الحفظ. تمام، والجدول مجمع الاثنين وهو موجود معاكم في المنزل. تمام، وحطينا الصور برضه علشان الحاجات دي ما ينفعش تكون انت بتاخد الحاجة وما تعرفش شكل الدواء او شكل العلبة من بره. تمام، وبعد كده جمعنا الأسئلة المهمة كل واحدة ذاكر الام سي كيو من الكتاب بتاع الجامعة بتاعها. الانسكتسايد الأورجانيك فوسفورس كومباوند الشابتر كله يعني سواء الأورجانيك فوسفورس كومباوند، المقارنة بين الكربونيس والأورجانيك فوسفورس كومباوند مهمة. الرودنتسايد مش مهمة أوي ما عدا الزنك فوسفايد اللي هو سم الفرعون. البايوبيسترويد ده ما بينزلش عندي في الامتحانات بس هو موجود عندنا في الجدول فهنذكره عشان لو جه فيه امسك ولا حاجة. الأورجانو فوسفورس كومباوند أهم حاجة عندي الباسو في السيرج بتاعه أعرفه. الكومبليكيشن وأهم حاجة في الكومبليكيشن اللي هي الكوليرج كرايسيس اللي هي الماسكارينيك والنيكوتينيك افكت اللي أنت أخدتهم في التوكسيدرومز. تمام، كده كده انت عرفت الحاجات دي من الجنرال في التوكسيدرومز. الانفستيجيشن مهمة تقريبا الشابتر ده كل حاجة فيه، أهم ما فيهم برضه الكومبليكيشن سواء بيجي يقول لك اتكلم لي على الانترميديات، اتكلم لي على سيندروم ديلي نيوروباس، اتكلم لي كارديو توكسيست. لا تمام، فالشابتر ده الأورجانو فوسفورس كومباوند مهمة. أهم ما فيها بقى الأنتيدوت والتريتمنت بتاعها. تمام، التريتمنت اللي هو الاتروبين هيتذاكر كله هو الانزيم. تمام، الاتروبين الانديكيشن بتاعته والدوز والملاحظات بتاعته اذاكرها كويس، وكذلك الانزيم دايمون ساعات بينزل سؤال لوحده الانتيدوت اوف اورجانو فوسفورس كومباوند. الكربامينس انا عملت الجدول المقارنه بين الكربامينس والاورجانو فوسفورس كومباوند لانه كتير بينزل عندي في الامتحان. تمام، النفسالين ده غالبا بينزل ام سي كيو ما بنزلش فيه ريتم كتير. البايوسين والبايوسترويد ده هنذاكرها علشان برضه الام سي كيو. الرودنتسايد الزنك فوسفايد ده برضه بينزل في الامتحان. اول حاجه بينزل لي فيه الدبنوزس عشان اتكلم على الثلاثه فيزز اللي فيه. غالبا يعني بينزل اي حاجه فيها فيز زي الباراسيتامول والايرون توكسيسيتي هتتذاكر لانهم الثلاثه دول مهمين وبينزلوا في الامتحان الكلينيكال بتاعتهم بتاعتي وممكن تكون جات لكم قبل كده. تمام، فنذاكر اهم حاجه في الكلينيكال بتاعتهم. الوارفارين ده ام سي كيو، الاستريكنين زودناها بقى مش موجوده عندكم فالناس هتزودها برضه. الاستريكنين مهم ده تقريبا ابشع موته ممكن الواحد يموت فيها لانه بيدخل في الكونفالجن وما ويكون فولي كونشس during the convulsion. تمام، فده تقريبا أبشع موت ممكن يموت الإنسان بالاستريكنين. بعد كده الألكالويدز الأهم واحد فيهم الأتروبين، في عندك خصائص هتكون كمل عندي الأتروبين أكيد خدنا عنه فكرة في التوكسيدرومز. تمام، الأنتي كوليفيريا بينزل في الاتروبين عندي سواء الكلينيكال ليكتشر بتاعته او التريتمنت بتاعه، اركز في التريتمنت بتاعه علشان بيحتاج مني مونيتورنج. تمام، الفازوستجمين بيحتاج مونيتورنج في الايه في الاي سي يو. تمام، لازم يكون اندر كونتينوس اي سي جي. الايربودز زودناها برضه مش موجوده في الملزمه، زودناها علشان الكتاب بتاع جامعة البنات وتنزل ام سي كيو. الكرونيك توكسيس بتاعته مهمة، الارجوتيز ممكن تنزل في الامتحان عندي بس هي مش موجودة عندنا في الكتاب في البنين فاحنا مش مطالبين بيها. وكذلك برضو الاكوزين بويزنينج ده غالبا احنا هناخده في العمل. ده
لا انت استمينك برضه ممكن يجي فيها سؤال ام سي كيو بس مجرد ما بينزلش، بس هو ينفعك انت يعني في الحياه العمليه، لان بينزل هشوف في استبال الحالات بالعبيط عندك نزله بنباع شريط بنباع علبة دواء برد ولا حاجة، وغالبا كلها بيكون فيها الأنتي هيستامين. الهيدروكربونز برضو مش مهمين، لا بس في الكروسين مهم. تمام الكروسين مهم جدا عندي. تمام هينزل لي في الكروسين غالبا بينزل لي في المانجمنت بتاعه، المانجمنت بتاع الكروسين. تمام الكروسين اللي هو الجاز الأبيض، يعني زي ما موجود هو الجاز الأبيض بتاع اللي بتشتغل بالجاز الأبيض. سواء بقى برضو عندي الحاجات المهمة في الكمبيوتر بتاعته، الكاركترستيك بتاعت الاسمين بتاعته. تمام ممكن انزل اقول لي الحاجات الكاركترستيك والملاحظات انا معلم لكم عليها، ده مكتوب عندك برضو بالملاحظات. ستادن سنيفنج ديس سندروم ده ناخدها في الادكشن بعد كده، في الكنابس برضو الحاجات الموجودة في الادكشن في اخر التكست فولدر. البلوكات الأبوز دول بقى هي دي اللي أنا كنت قصدي عليها، دي تنزل أم سي كيو مش مهمة برضه. السلسليت والباراسيتامول مهمين جدا، تقريبا الشابتر ده من الأهمية. أنا الجنرال مهم جدا، وبعديه الكروسيد، وبعديه الأورجان فوسفورس، وبعديه السلسليت والباراسيتامول. في عندي شباتر كبيرة مهمة نركز عليها كلها. تمام فالحاجات اللي هي متعنصرة عندك مش مهمة، أنت هتقراها بس علشان الأم سي كيو. الباص في السيلجي بينزل قبل كده في الامتحان، وبيصير في الاورال كتير. الباص في السيلجي بتاع الاسبرين ازاي بيعمل توكسيستي او ازاي بيضر الجسم عند الكلينيكال بيكتشر، بتنزل عندي في الامتحان. وانا قلت لكم اي حاجه مهمه هتلاقيني انا جمعتها لك في النموذج بحيث تسهل عليك، وهي موجوده معاك في الملزمه. الحاجات دي مش جديده كل. تمام الكورونيك بتاع التوكسيستي بتاعته مهمه، التوكسيك ديز بتاعته مهمه جدا جدا، هي والباراسيتامول تقريبا نفس التوكسيستي مع بعض. ممكن بعض الكتب يقول لك بقى كام حباية أو كام شريط والحاجات دي، غالبا يعني هتوصل ل 15 جرام. يقول لك الجرعة 15، شوف بقى ياخد الحباية 250 مللي جرام ولا 500، وشوف 15 جرام فيهم كام قرص تبت. تقريبا كل الشابتر ده مهم، الحاجات المهمة أنا معلم لك عليها. قلت لك الحاجة اللي هتلاقيها مهمة خلاص هتلاقيني أنا مجمعها لك في نمونكس. أو إيه هي الإنديكيشن أو فيمو دياليسيز في السلسلة توكسيسيتي، أو إيه هي الديفرنشال دايجنوس بتاعت السلسلة توكسيسيتي، أنا مجمعها لك في كلمة. تمام عشان تريحك في الحفظ. الباراسيتامول أو الأسيتامينوفين الباص في السيلج بتاعه مهم جدا، وبالذات اللي هي نبكي اللي هي إي بي كيو أي هنا ستار سيستم بنزو مينا ماي. احفظه علشان نمسك وانا اعملها عندي. تمام والتوكسيك دوز ايه 7.5 جرام في الأضل، 150 مللي جرام، وبالتالي برضه نفس الجرعة بتاعت التوكسيك 15 جرام. 7.5 جرام اللي هي لو القرص نص جرام مضرب في 2 اللي هي 15 قرص يعني. أظن إن الإسبرين بيكون 15 جرام، 15 جرام. الكلينيكال بيكتشر بتاعة الباراسيتامول توكسيستي زي ما قلنا 4، بينزل كتير في الامتحان عندي. قلنا هلاقي فيروس عندي زي الأر توكسيستي، وقلنا الزانكوسفايد اللي هو الروبينسايد والباراسيتامول، الحاجات ديت الفيزيس بتنزل كتير في الامتحان. تمام برضه الرومات ماس نوموجرام مهم علشان الام سي كيو. تمام بتصير كتير برضو في الاورال. الانتيدوت مهم اكيد معروفه قبل كده من السنه اللي فاتت. تمام من الاخر اي انتيدوت في التوكسيكولوجي مهم، سواء بقى الانديكيشن بتاعته هاخده ازاي، الجرعه موجود فيه، اي حاجه في الانتيدوت كلها مهمه. تنزل ريتنج بتصير في الام سي كيو كتير هي مهمه. السي بي اس المدرجة الديجيتاليز والبيتا بلوكرز والكالسيوم شانل بلوكر والنيترات. أهم حاجة عندي بقى في الديجيتاليز
الميكانيزم التوكسيستي ممكن تنزل في الامتحان. الكلينيكال بيكتشر بتاعة التوكسيستي تمام، والانتيبيوتيك الكلينيكال بيكتشر علشان اول ساين بتنزل ايه هي اول الاعراض عند اول ساين هتنزل اللي هي انوركسيا اند فوميتنج تمام. في الاكيوت توكسيستي انوركسيا اند فوميتنج ده اهم واحده فيهم اللي هي الفيرست ساين بتنزل عنه تمام. والانتيدوت بتاعه ايه هي الانديكيشن بتاعته والجرعه بتاعته هي تخلص. البيتا بلوكر مش مهم يعني ما بتنزلش في امتحان كتير، البيتا بلوكر ما بتنزلش في الريتم كتير انما بتنزل في الشفوي كتير تمام. وبرضه يعني لو نزلت في الريتم كده كده انت واخدها في الفارما وعندك فكرة عنها يعني فمش هتكون صعبة. المهم عندي في الكالسيوم شانل بلوكر الانتيدوت بتاعتها برضه مهمة. المهم عندي في الكالسيوم شانل بلوكر هتعمل مقارنة بين الكالسيوم شانل بلوكر والبيتا بلوكر والديفرنشال دايجنوز هيقول لك ايه الفرق هناك تعمل ماسك والهايبوجلايسيميا هنا هايبر جلايسيميا هتعرف الفرق. النيتريس والنيترايتس المهم فيهم ان هما بيعمل لي ميت هيموجلوبينيميا. بعض الكتب بتحط الميت هيموجلوبينيميا في الجنرال الاهميه بتاعتها تمام. هو بيتصير ام سي كيو ما عدا الميت هيموجلوبينيميا بينزل المانجمنت بتاع الميت هيموجلوبينيميا تمام، او بيتصير الام سي كيو كتير في الجدول بتاعها سيمبتومز وبتتصير برضه في الاورال كتير الاهميه بتاعتها وازاي اشخصها. ممكن البوليميا التشخيص بتاعها او مكتوب بطريقه صعبه عندك بس انا حاولت اسهلها على قد ما اقدر. اهم حاجه فيها التريتمنت عشان المصابين بلو والاسكورميك اسيد الانتيبيوت بتاعها سايوفيلين. يعني في بعض النقط اللي فيه مهمه في السايوفيلين ممكن اللي فيها الاكتشاف بتاعته او عندي بعض الملحوظات عندي ايه هي العوامل اللي بتقلل الاضطراب وزود الاضطراب علشان النارو سيربيتك ويندنج تمام. الحاجات ديت زي ما قلت قبل كده في الفيديو اللي فات غالبا يعني الحاجات اللي انت اخدتها في الفورما هتقراها علشان تستذكر، انما الحاجات اللي هي المور سبيسيفيك للتوكسيكولوجي هتركز عليها ليه؟ لان دي الحاجات اللي بينزل فيها اسئله كتير. الكلينيكال بيكتشر بتاعته برضه أظن مش مهمة بالدرجة دي. الساو فيلم على فكرة يعني لو معكش وقت ما تضيعش في وقت كتير تقراه بس علشان لو نزل فيه ام سي كيو ولا حاجة. انما اهم واحد فيهم الديجيتاليس الاهمية بتاعته برضه، وبعدين البيتا بلوكر وهتعمل مقارنة بين البيتا بلوكر والكالسيوم شانل بلوكر، وبعد كده الميت هيموجلوبينيميا مهمة جدا وتعتبر تبع الجنرال بيعتبروها الدكاترة تبع الجنرال. التوكسيك دايجز كلهم مهمين وكلهم بينزل في الامتحان بالتداول كل سنة بيجيب واحد منهم. أهم واحد فيهم على الاختلاط الكربون مونوكسايد تمام، لأن الحالات بتيجي فيه كتير ولأن الديفرنشال دايجز بتاعه بيعمل مع الكومن كولد بيتشابه مع الكومن كولد، وغالبا بيكون في الشتاء كتير لان الناس الدفايات والحاجات دي بتحرق الاكسجين وبتكون لي كربون مونوكسيد، بتيجي حالات كتير من سموم الاستخدام الكربون مونوكسيد وانت بتمشي على انها كومن كولد. فلازم نركز على الكلينيكال بيكتشر بتاعته والديفرنشال دايجنوزيس تمام. عشان الكلينيكال بيكتشر والديفرنشال دايجنوزيس نزل السنه اللي فاتت في الامتحان، واللي بيذاكر بس من كتاب جامعة عين شمس اللي القسم حدده هو اللي جاوبها لأنها مش موجودة في جامعة القاهرة تمام. فالديفرنشال دايجنوز قبل المسابقة مهم جدا ونزل في الامتحان السنة اللي فاتت. التريتمنت والكلينيكال بيكتشر بتوعه مهمين جدا تمام. السايرايت تمام مش بنفس أهمية الكربون مونوكسيد، لأن يعني الحالات اللي بتكون أنت هتشوفها كاستخدام بتكون قليلة جدا تمام. ثانيا إن مش ليه أعراض مور سبيسيفيك، ليه هتلاقي إن هو زي ما مكتوب عندي نو ريليفل بس مور تمام، مفيش أعراض ليه مور سبيسيفيك زي الكربون مونوكسيد ولا الحاجات دي، بس بينزل فيها أسئلة كتير
وممكن يجي في الريتنج، سواء بقى كلينيكال بيكتشر او اعمل له مانجمنت ازاي علشان الانتيدوت بتاعه. تمام، الصرنات كده. تمام، طب الميكانيزم ده اعرفها؟ لا ما اعرفه، عشان اعرف بس الكومبوننت بتاعته. الميكانيزم عايز تقراه علشان تفهم. تمام، انما غالبا ما بينزلش فيها ام سي كيو. الهيدروجين سلفايد نزل في امتحان قبل كده، فمهم لان برضه غالبا بيجي، ومع العمال اللي بيشتغلوا في الصرف الصحي كتير، فممكن يجيلك بالحاجات دي، فتعرف الأعراض بتاعه لأنه نزل في الامتحان. المانجمنت بتاعه مش بنفس أهمية الاتنين اللي فاتوا، والتير جازز غالبا لا بتنزل ام سي كيو ولا بتيجي ريتم. الهيفي ميتالز عندي في الأول الجنرال كاركترز هتكون موجودة في الكل، هتقراها بس عشان تجمع لك الشابتر بتاع أهم واحد فيهم الليد والأير. تمام، الأرزنيك ده مش موجود عندنا. تمام، في البنين ده موجود في البنات، وموجود مع الناس اللي بالذات من جامعة القاهرة. الميركوري مش بنفس أهمية الاتنين دول، أهم واحد فيهم عندي الليد، وأهم حاجة فيه برضو في الكلينيكال بيكتشر بتاعته انه بيجيب لك مثلا، يقول لك كل الهيماتولوجيكال بس بتاعته بلامبيز. تمام، ممكن يجيب لك الهيماتولوجيكال بس، وبعدين في نقاط كتير بتيجي في الام سي كيو انا معلم لك عليها، سواء بقى في البون فيت من ضمن الكلينيكال بيكتشر بتاعته. الاكيوت توكسيستي مش بنفس اهميه الكرونيك توكسيستي، فاهم حاجه في الليب عندي الكرونيك توكسيستي. المانجمنت بتاع الكرونيك توكسيستي مهم، لو احنا كنا ذاكرنا الانتيدوت اللي موجودة في الاول هتلاقي نفسي ارتحت، مش هضطر احفظ الانتيدوت بتاعت الليد لانهم كلهم موجودين هناك في اول جدول في الجنرال. الايرد مهم، اهم ما في الايرد الكلينيكال ليتشر بتاعته، عشان عنده هو 4 ستيجز، فمهم جدا معايا. الديفرنشال دايجنوز بتاعه مش مهم السؤال ده برضه، لانه هو موجود برضه في المحاضرات بتاعت عين شمس، واحنا زودناها بس برضه ما بينزلش في الامتحان كتير. ديفينيشن دايجنوز المانجمنت بتاعه الانتيدوت، لان الانتيدوت ممكن ينزل سؤال لوحده، سواء بقى الانديكيشن او بيشتغل ازاي بينزل سؤال لوحده الانتيدوت الديفوركس دايجنوز. الميركوري مش بنفس اهميه الليد ولا الايرن. الارزينيك هيتذاكر، الكرونيك ميركوري برضه مش موجود في عين شمس، الميركوري موجود في المحاضرات. الأرزنك هيتذاكر بس للناس الموجود عندهم في الكتاب، والأرزنك ده اللي يتسمم بيه نابليون. تمام، بعد كده يعني لو كان في وقت ممكن نشرحه مع الأسئلة المهمة. الألكوهولز كلهم مهمين، تحت الألكوهولز بتنزل تحت النوع التاني اللي هي الفولاتايلز. تمام، الإيثايل الكحول أو الإيثانول مهم جدا بقى، سواء الجرعة بتاعته موجودة في الجدول عندك. مهم تاني في الكلينيكال بيكتشر بتاعته تنزل في الامتحان، والتريتمنت بتاعه. تمام، الميثانول أعلى في الأهمية من الإيثانول، لأن الإيثانول غالي، فغالبا أنت مش هتشوف الحالات اللي هتسمم بالإيثانول. تمام، إنما الميثانول رخيص والناس بتسمم كتير، فغالبا أنت هتشوف، فهو في الأهمية أعلى من الإيثانول. والباسو في السيرجي بتاعه مهم، وبيدخل تحت مقارنة مع الإيثانول، أنا عاملها لك مقارنة بالترتيب مع التاني. الكلينيكال بيشر بتاعته مهمة، والتريتمنت بتاعه مهم، لأن ممكن حالات تجيلك منه. تمام، غالبا اللي بعالجه بالإيثانول، لأن الفلميدازول ده غالي جدا، تقريبا يعني بيحتاج ممكن الكورس بتاع العلاج يكلف 30,000 دولار، فمش هيجيله واحد متسمم ميثانول وهعالجه ب 30,000 دولار. تمام، فغالبا انت بتعالجه بالميثانول علشان تحافظ عليه. الإيثايلين جلايكول نزل في الامتحانات قبل كده، نزل الكلينيكال بيكتشر بتاعته. تمام، بتاعت الإيثايلين جلايكول. الألكوهول ديبندنس هنحفظها علشان كل أي حاجة مختصة بالديبندنس بتاعت الشابتر بتاع الأدكشن هتكون مهمة عندي. تمام، سواء بقى الكلينيكال بيكتشر بتاعته. تمام، مش الميكانيزم ازاي بيحصل ديبندنس، انا عاوز اعرف بس الكلينيكال بيكتشر والحاجات اللي انا معلم لك عليها. تمام، الديليريوم تريمنس. تمام، نزل في الامتحان قبل كده بالسندروم بتاعه.
التريتمنت، تمام؟ الالكوهول ديبندنس مهم برضه، نفس اهميه الايثانول والميثانول. الفود بويزنينج مش مهم فيه غير البوتولازم، تمام؟ كل اللي في الاول ده هتير علشان انت عارفه، تمام؟ الجدول بس اوقات برضه بينزل في الامتحان. الديفرنشال دياجنوزيس ده مهم في عين شمس، بينزل قبل كده، بينزل في الامتحانات. تشاينيز ريستورانت سيندروم، احنا دلوقتي بقى متسببين بيها نحن رعب الكورونا، الصينيين مش سايبيننا في البلد. اهم حاجة عندي بقى البوتوليزم، تمام؟ بينزل في الامتحان، بينزل عند الكلينيكال شوب بتاعته، تمام؟ والسبيشال سبيشال كاركترز بقى ازاي عالجه، ماشي، تمام؟ السبيشال قصدي فورمز بتاعته اللي هي الانفانت بوتوليزم ام سي كيو او وورمز او السيروبوتيك اللي هي البوتوكس. السيجوا تيرا بويزنج او الاسكمبرويد بينزلوا ام سي كيو كتير على فكرة، بينزلوا ام سي كيو كتير والناس بتختلف كتير، بالذات هنا عندي الانتي هيستامينك هتركز عليها، بعالج الاسكمبرويد بالانتي هيستامينك، تمام؟ لأنها برضه نزلت قبل كده في الامتحانات والناس عملت مشاكل، في ناس ما حلتهاش كده وقالت الكتاب مش موجود. الجدولين الموجودين في آخر اللي عندي الشابتر مهمين جدا، سواء الديفرنشال دايبرماتيك سيندروم أو إزاي بيجي للأعضاء. أنيمال بويزنينج أقل في الأهمية من الاتنين اللي فات، غالبا بينزل في الأنيمال بويزنينج الام سي كيو، هركز في الام سي كيو. الدراي بايت ديت مهمه برضو، ان هو التعبان يعض بس ما يدفش توكسين. الفايبر اعرف ان هو بيسيب اهم حاجه عندي البليدنج في البراس رابط، هنا بيأثر لي على النيرفز، تمام؟ بيعمل لي براليز علشان الام سي كيو. الانتيود برضو بتاعه بينزل ام سي كيو. الشابتر بتاع الانيمال بويزنينج مش في نفس أهمية الشابتر بتاع الفود بويزنينج، وأهم ما فيهم البوتوليزم. بس أنت برضه هتعرف عندي في كل واحد في الأنيمال الأنتيجين بتاعه، لأن ده غالبا بينزل في الامتحان وأنت هتتعامل مع الحالة بناء على كده. إنما السناك الكشاف بتاعتهم ما نزلتش كتير في الامتحان. الاسبانيش فلاي دي عشان موجودة في كتاب جامعة البنات وتيك باراليسيز، فاحنا زودناها برضه عشان ما تكونش فيها حاجة ناقصة معانا. السايكوتروبيك دراجز أو الدراجز اللي هتأثر عندي على السي إم إس، أول حاجة الأنتي سايكوتيك هتعرفني فيه الفينوسازين، كلهم هتعرفني ميكانيزم في أكشن، كل الأنتي سايكوتيك دراجز هتعرفني ميكانيزم في أكشن، لانها ساعات بتنزل في الامتحان وكلهم شبه بعض. الكلينيكال بيكتشر هتلاقيهم كلهم شبه بعض، واخر جدول كان موجود عندي في الجنرال هناك هيجمع لك الحاجات دي، تمام؟ هتركز على الحاجه المهمه في كل حاجه هتلاقينا انا معلم لك عليها، زي النيورولوجيك سيندروم، او هتلاقي هناك في الهايبر سيرميا برضه مشروحه واحنا بنشرح هناك. الانتي ديبريشن برضه ترايسايكلون الميكانيزم اوف اكشن، الكلينيكال بيكتشر انت كده واخدها في الفارما، انا الحاجات اللي انا محتاجها في الكلينيكال بيكتشر وتنزل ام سي كيو انا بعلم لك عليها. نيو انتي ديبريشن دراز دي مهمه بتنزل كتير في الام سي كيو. والسيروتونين سندروم ممكن تنزل عندي في التحليل. الليثيوم يعني مش مهم جدا بس اوقات بينزل عندي في التحريري، سواء الكلينيكال بيكتشر بتاعته او اعالجه ازاي، تمام؟ الجدول ده مهم علشان عين شمس هناك، تمام؟ كان موجود في محاضرات قارن بين الليثيوم والجيداز. فاحنا قلنا كل اللي هتطبع على السي ان اس دراسه، كنا قلنا هحتاج الميكانيزم في اكشن، هتلاقي معظمهم فيهم تشابه، الكلينيكال بيكتشر لو حفظت واحده هتلاقي تشابه في الاثنين. هتعرف لي امثله عن كل واحد علشان ممكن يقول لي مثلا البرج الفيروس ده سيديتيف ولا الفينوسايزين ده انتي سايكوتيك ولا لا، تيجي في الام سي كيو نفس الاسئله كده، تمام؟ والديفرنشال دايجنوز الحاجات اللي انا معلم لك عليها بقى ديت هتعرفها علشان الام سي كيو. بعد كده في الشرح الحاجه المهمه بس عشان
هشرحها لكم إن شاء الله في المحاضرات، في محاضرات المراجعة اللي أنا هعملها. الحاجة المهمة فيها هنشرح الفينيتوين، الفينيتوين والكاربامازين. الكاربامازين والفينيتوين الأنتي بيبليبتيك، الاتنين بينزل غالبا في الـ MCQ، منزلوش قبل كده في التحريري. نيجي بقى لأهم شابتر وبيجي عندي كتير كتير كتير، مهم جدا وبينزل في امتحان كتير، الدراج ديبندنس اند ابيوز. تمام، وده شابتر تقريبا انت ما اخدتوش في الفارما، فهنركز عليه لان حاجات من الحاجات السبيسيفيك عندي في التوكسيكولوجي. قلنا جنرال توكسيكولوجي، الكروس، كلوروجينو فوسفورس كومباوند، السلسلية الباراسيتامول، الدراج ديبندنس اند ابيوز. لو انت مش مذاكر الخمس شباتر دول كويسين ما تدخلش الامتحان، كده هيضيع منك كتير وحرام عليك. تمام، دراج ابيوز عندي في الاول شويه تعريفات نعرفهم علشان تنزل عندي في الام سي كيو. الجدول ده وراه مش لازم نعرفها. الفاكتور ديت افكت ديفلوبمنت اوف ديبندنس ما تنزلش في الامتحان كتير. أول حاجة مهمة عندي في الشابتر اللي هي الميديكال هازارد في دراج أبيوز اللي نزلت السنة اللي فاتت. تمام، مهم جدا السؤال ده، وأنا جمعت لكم كل حاجتين أو ثلاث حاجات مترتبين على بعض بلون معين بحيث نسهل بقى. الجنرال مانجمنت برضه مهم جدا في الامتحان. الأوبيويد أند الأوبيويد مهمين جدا. تمام، إيه المهم فيهم؟ الكلينيكال بيكتشر بتاعتهم، الباصو في السيرجي بتاعه مش لازم تعرف يعني بيشتغلوا إزاي، بس اوقات يعني في دكاتره بتسال فيها في الاورا البصر السيلجي بتاع الاوبيو. تمام، الاوبيويد سيندروم اهم حاجه عندي اللي هي الكلينيكال ترايد، بتصير كتير وبتنزل في الامتحان. الكلينيكال ترايد والاوبيويد سيندروم، الديفرنشال دايجنوز اوف بوينت جلوبال، ده تقريبا نزل في الامتحان بتاع المدير ومهم جدا. تمام، وموجوده في الجنرال عندي هناك. التريتمنت بتاعها مهم جدا، والنالوكسون عندي مهم، قلت اهل الانتي بيوت بيتحفز كما انزل. تمام، سواء انديكيشن بيدوز بياخده ازاي، ايه الاعراض اللي ممكن تحصل عندي وسايد افكت بتاعه. الاوبيوت ديبندنس مهم جدا. تمام، كل الشابتر بعد ما امشي هتلاقي الكلينيكال ريكشر بتاعت الديبندنس زي ما قلنا في الالكوهول ديبندنس، هتلاقي تشابه باختلاف تشابه المين لاينز او الحاجات الكبيرة، انما السيمتومز هتختلف على حسب كل دراجز. مهم الترامادول، مهم جدا بقى الترامادول، مهم جدا والدكاترة بتحب فيه جدا وبتسيل كتير نظرا بقى لانه شائع عندنا. تمام، وبيتاخد كتير، فالترامادول مهم فوق ما تتخيل، بيسيل في الاورال كتير وبينزل في الامتحان كتير. اهم في الكلينيكال بيكتشر بتاعته بعمل له مانجمنت ازاي، والاكشن بتاعه لانه ليه طلب اكشن. تمام، فالترامادول مهم جدا اهم من الاوبيويد. الكنابيس برضه مهم عندي، المهم عندي فيها الكرونيك توكسيسيتي والاكزايتد ديليريوم سندروم، دي مهمه جدا، بتنزل نفس مع الاكزايتد ديليريوم سندروم الكلينيكال بيكتشر بتاعته. تمام، بتصير في الامتحان كتير. الديبندنس مهمه عن الاكيوت توكسيسيتي، ما عدا بقى زاوية الديليريوم سيندروم دي بتنزل في الامتحان كتير وبتصير في الورق كتير، معرفش هتلاقيها موجودة عندكم في الملزمة ولا لأ. النيكوتين مش بنفس أهمية الحاجات اللي فاتت، فمش مهم. الأمفيتامين مهم لأنه بيسموها حبوب الطلوع، فمهم عند الأكيوت توكسيسيتي بتاعته والكرونيك توكسيسيتي. تمام، مهم عند الأمفيتامين. الكوكين برضو المهم عندي اللي هو الكوكاليز اللي هو الكرونيك توكسيسيتي عشان المجمع صايب الكوكين برضو. تمام، الام سي كيو ده مش مهم عندي، الاساليكس بيرفورمانس مش مهم. قلنا في اخر الحاجه جمعت لكم بقى اهم حاجات، التوكسين اللي جا توكسيك اوفرز، كتبت لكم الاسماء الحاجات اللي هي شائعه برضه علشان في دكاتره بتسال يقول لك ايه هو الفراوله فتعرف الدراج بتاعه، ايه ابو صليبه، ايه حبوب الطلوه، الامفيتامين، الحاجات دي. ايه هي التوكسين اللي لها كاركترستيك اوفر، ايه هي الكوما اللي بتعمل سكين بلاستر زي ما قلت لك، الديفرنشال بتاعها مهم. تمام،
ده امتحان الريتن اللي جه السنة اللي فاتت، تمام، فهنحله والحمد لله كده تم أهم حاجة عندي في